بهذه المناسبة أن أطلعكم بأن الجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس 233 مليار دولار سنة 22، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ما يتعدى 5100 دولار لسنة 22.